طيب يعطيكم العافية شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الباب مش فاكر رقمه تحديدا، ولكن إنه وراء اللانجوج موديل مباشرة بدنا نحكي فيه عن التكست كلاسيفيكيشن باستخدام نايف بايس. طبعا أنا في هذا الباب تحديدا هشرح بشكل سريع جدا جدا جدا، لأنه هاي الأشياء تعتبر بالنسبة لكم بيسكس وبسيطة، وكذلك بالإضافة لذلك أنه أنتم مرت عليكم في كورسز تانية سواء كان ماشين ليرنينج أو تكست ماينينج. تمام؟ طبعا بايس هذا العالم الوضع لبروبابيليتي ثيوري سنة 1800 وحاجة، مش فاكر إيش هي بالضبط. تمام؟ ونايف في حد ذاتها انه معناها انه هو عمل نايف assumption. نايف يعني ساذج، الassumption هذا انه ساذج. الفكرة تبعته كنايف احنا هنشوفها هنا في المعادلات. إنه بشكل أساسي إنه شو الـ probability إنه يكون لكلاس C given document معين، إنه هذه هي المعادلة تبعتها. طبعا هذه شغلة شبيهة بالـ language model. تمام؟ لكن أنا عندي في document مجموعة من الكلمات، فبالتالي الـ features هذه اللي هي الـ words تبعتي افترض naive assumption إنه ما فيش علاقة بيناتها. طبعا هذا الكلام مش صحيح طبيعة الحال، في كونتكست، في علاقة بين الكلمات هذه، فهو افترض انه ما فيش علاقة بين الكلمات، فبالتالي اعتبرها independent probability، فبالتالي ممكن انه يجيب حاصل probability او يعني ناتج probability من حاصل ضرب احتمالية الكلمات هذه كلها او word features كلها. فبالتالي من هنا اجا مفهوم النايف، ليش سمينه نايف؟ لانه بيعتمد على نايف assumption، لأنه assumption فعليا ساذج، لأنه مش واقعي مش حقيقي، ولكن الالجوريثم works very well. يعني المدهش في الموضوع أنه إحنا صحيح عملنا assumption هذا اللي هو نايف، مع ذلك أنه الأمور ماشية تمام، يعني الكلاسيفاير شغال تمام وبيعمل prediction بشكل أوكي. طيب تطبيقاته في الموضوع، يعني أنت ممكن أنه يعني الناس المسؤولة على الإيميل، أنت بده يكون في عندك سبام كلاسيفاير إنه يصنف لك هذه يحطها في الإنبوكس ولا يحطها في السبام فولدر. فبالتالي هنا أنا الكلاسز أنا عندي سبام ونت سبام. تمام؟ فبناء على محتوى الإيميل، طبعا الإيميل هذا أنت لما تقرأه شو بتصنفه؟ Great news, you can access the latest news by using the link below to look into Stanford University News. وانت عندك في اللينك هنا بالضبط بالضبط. فبالتالي هنا يعني الستايل هذا في التكست طبعا هذا عبارة عن سبام، فبالتالي انه التكست كلاسيفاير مفروض انه هو يتعلم انه يقدر يصنف هاي رسالة سبام. ايش ممكن يكون في عندك classes أو task متعلقة بالtext classification؟ يعني أنا معني مش أنه أنا أحكي لك على التكنيكس بقدر ما أنا أحكي لك أنه أنت إيش ممكن تستخدم text classification. يعني السؤال هنا، مين اللي كتب هذا النص؟ هل هو هذا الأوثر ولا هذا الأوثر، جيمس ولا ألكساندر؟ طبعا هذا بالضبط أنه الأوثرشيب، انه انت تحدد الكاتب تبع نص معين، لانه كل نص فيه له ستايل معين بيستخدم فوكابلري معين، فبالتالي انه ممكن نعلم تكست كلاسيفاير انه يقدر يصنف بين الكتاب. كذلك ممكن انه الاوثر نفسه هذا ميل ولا فيميل، هل الستايل تبع الميل والفيميل واحد ولا في اختلاف؟ هم بيختلفوا في كتير شغلات، فاكيد حيختلفوا في الكتابة كذلك. تمام؟ فكذلك طبعا التاسك المشهورة والمعروفة بالنسبة لإلك انه positive ولا negative،
وخصوصا انه كانت انه شهيره للموفي ريفيوز بسبب انه هي كانت اول داتا سيت اللي توفرت بوبليك ل ل ل للريسيرش كانت عن الموفيز. هي عباره عن مراجعات للموفي تمام. فانت يعني بتشوف فيلم معين وبتروح تكتب مراجعه له انه هذا الفيلم ممل، هذا الفيلم الافكتس اللي فيه ممتازه ولكن القصه يعني جدا ممله، يعني شغلات زي هيك. فبالتالي انه هي مراجعه للفيلم. طبعا هاي تاسك فيري تشالنجينج. شو السبب في ذلك؟ تشالنجينج فيها تحدي بشكل كبير. ممكن لا الجملة نفسها ممكن تكون فيها بوزيتيف يجي نيجاتيف ينزلها، يعني مبالغ ممكن يعني فيري 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 مثلا. المهم احنا الجملة كلها انت بتعالج الشغلات هذه، بتعالج الشغلات هذه. الشغلة لما تكون ميكس يعني انت بتقول انه القصة ممتازة ولكن الاخراج سيء، فبالتالي انت حطيت ممتاز وسيء. طب هو يعني توتالي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ولا نحط كلاس تاني او تالت ان يعني صح التعبير انه نقول انه ميكس تمام. طيب في شغلات ممكن تكون انه ايجابيات كتيرة في الفيلم، انه الممثلين ممتازين والمش عارف ايش والاخراج والموسيقى التأثيرية وكذا وكذا، ولكن الشغلة السيئة كذا، تعتبره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عشان هيك انه التاسك هذه تشالنجينج. أضف إلى ذلك إنه إحنا طبيعتنا كبشر بالضبط، فبالتالي ممكن إنه إحنا أنا وياك ما اتفقش على رأي معين، إنه على سبيل المثال إنه هذا التكست إنه هو بوزيتيف أو نيجاتيف تمام. ممكن أنت بالنسبة لك هو مش بوزيتيف قوي تمام، أنا أقول لا بوزيتيف كتير شغلة زي هيك. فبالتالي بيبقى إنه لهيومن themselves انه في disagreement بيناتهم حول هذا الموضوع، فبالتالي التاسك هذه challenging. عشان هيك احنا في عنا انه احنا لما نحدد الليبلز تبعت الريفيوز هذه بنختار اكتر من annotator تمام، وبقيس الagreement بيناتهم عشان اقول انه الannotation هذا كويس ولا لا. طبعا الداتا اللي بيصنفها واحد بس عاده بيكون فيها رفض. ليش؟ لانه هذا وجهه نظرك، هذا رايك، يعني ممكن يكون بوزيتيف او ممكن يكون مش بوزيتيف كتير نيجاتيف كتير، لكن اتليست انه الريفيو الواحد انه يصنفوا ثلاثه وناخذ الاجريمنت بيناتهم، ساعتها بنقول انه الكواليتي تبعت الداتا سيت هذه ممتازه تمام. فخلي بالك هذا كلام كتير مهم جدا جدا في تاسك من هاي الطبيعة، من طبيعة زي هيك. طبعا هذا الشغلة مش موجودة، يعني التاسك تبعت انه ميل ولا فيميل مش تشالنجينج، بما انه ممكن يكون انت عندك الداتا سيت يعني اوريدي انه معروف مين اللي كتبها، انه الاوثر هذا ميل ولا فيميل. لكن الموفي ريفيوز احنا بنحتاج لانوتيتورز عشان نعطي ليبلز لكل ريفيوز، لكن هنا خلص معروف انه هذا الكاتب كان ميل ولا فيميل، وهذا كذلك انه معروف مين الكاتب، هذا الكاتب جيمس، هذا الكاتب الكساندر، هذا الكاتب اندرسون، فبالتالي ما فيش جدل في الموضوع في الليبلز في الانوتيشن. لكن هنا في الموفي ريفيوز ممكن يكون في عندي جدل في الموضوع. كذلك تاسك معروفة بالنسبة لكم اللي هو شو السبجكت طبعا هذا الارتكل، انه انت تقسمه لمواضيع لتوبكس تمام. انه هذا الارتكل بيحكي عن عن الكيمستري ولا البلاد سبلاي ولا الدراج ثيرابي، دراج هنا المقصود فيها الدواء تمام، مش مخدرات اوكي. فهنا فبالتالي انه التكست كلاسيفيكيشن بدك انه انت تحدد subject category أو topic أو جينر، أو ممكن تستخدمها هذا يعني كملخص إنه spam detection spam not spam authorship identification، هذه task اسمها إنه تحدد مين هو الكاتب تبع النص تمام. وهاي الشغلات إنه ممكن نحن نعتبرها يعني نستخدمها مستخدمة في historical text،
انه انت في عندك نص يعني خاصة اللي بيشتغلوا في التحقيق، هل هذا النص فعلا انه هذا المؤلف هو كاتب ولا لا؟ فبالتالي بنعمل تريننج على كل الكتب اللي احنا متأكدين انه هو ألفها، وساعتها بنعمل ايدنتيفيكيشن لتكست معين انه نحدد انه هو لا. كذلك الايج والجندر، تمام، لانجويج ايدنتيفيكيشن كذلك تعتبر من التكست كلاسيفيكيشن. ايش هو موضوع اللانجويج ايدنتيفيكيشن؟ انه given some text انه انت تحدد انه باي لغه مكتوب، انه هو انجليزي، ايطالي، فرنسي، عربي، تمام. وممكن انت تروح فاين جرين، ممكن ايش بالضبط، وممكن انه انت تروح فاين جرين انه انت تعرف الديالكت بالضبط. فبالتالي انه انت على سبيل المثال في العربيه انه انت بتحدد انه هذا مصري، هذا سوري، هذا تونسي، هذا مغربي، تمام. والسنتمنت اناليسيس اللي هي احنا شفناها قبل شويه اللي هي المتعلقه بالموفي ريفيوز. فبالتالي التاسك هذه انه الانبوت انت عندك عباره عن دوكيومنت دي، تمام، بالاضافه لمجموعه من الكلاسز، انه هذا سوبرفايزد، انه الكلاسز انا عندي سي 1 سي 2 سي 3، كل كلاس بيعبر عن شغله حسب التاسك، ممكن يكون بوزيتيف نيجاتيف، ممكن يكون سبام نوت سبام، ممكن يكون اسماء اوثرز، والاوتبوت هو عباره عن البريدكتد كلاس. تمام، حقيقة انت ممكن تعمل شغلات يدويه يعني انه رول بيست، تمام، بس بضل انه الماشين ليرنينج انه لانه هاي الشغلات انه بلاك ليستد ادرس، انت عندك لسته من البلاك ليست ادريسز انه هدول بيبعتوا سبام او انه بتحتوي على دولار، تمام. ليش؟ لانه عاده هم عشان طبعا انت عملت ترين لموديل عشان انه يخلوا يعني هذه الرساله انه تعدي على الموديل انه ما صنفهاش سبام، فبيصير انه انت عندك استبدال للاحرف، زي كيف مثلا دو يعني بيكتبوا حتى عاده بالكابيتال دو نوت، شايف الاو انا استبدلتها بزيرو، تمام، مس، فبالتالي بضلوا التكست ريدابل، بس في نفس الوقت انت استخدمت كلمات هو ما تعلمش عليها زي هيك. فبالتالي انه يعني الموضوع زي الكات والماوس. تمام، فبالتالي انه انت تضلك تعمل كل شوية رولز، هذه شغلة متعبة لانه هم يعني لا يعدموا الوسيلة انه كل مره يطلعوا لك شغله جديده انه يخلي الرساله تعدي على السبام فلتر تبعك. فبالتالي الافضل انه انت تستخدم ماشين ليرنينج. مش فاهم عليك. في موضوع على تويتر برضه يعني امن البيانات، لا انا ما بحكيش عن اختراق كسيكوريتي انه تسلل وسرق منك معلومات، انا بحكي عن انه هو ابعت لك رساله هذه سبام، وانت عندك في الميل سيستم في نظام البريد الالكتروني في السيرفر انت عندك سبام فلتر، هو يفترض انه يعدي لك الرساله هذه يحطها في الانبوكس ولا يحطها في السبام فولدر. فبالتالي انت بدك يكون في عندك سبام فلتر مبني على الماشين ليرنينج، بحيث انه تقدر تعمل له ابديت باستمرار، انه انت تعمل الشغله يدويه مش حتقدر تلحق، هاي اللي كان المقصود يعني. اما كاختراق وسكيورتي مش موضوع، لا مش ملوش كتير موضوع بالتكست كلاسيفيكيشن يعني. طيب شو ممكن تستخدم كلاسيفايرز؟ يعني على رأسهم بيجي نايف بايس، وحكينا وعرفنا شو قصة النايف اللي فيه، حنشوفها بالتفصيل هنا. ك
كذلك اللوجيستيك ريجريشن سبورت فيكتور ماشين كينرز نيبور لستة من الالجوريثمز. فعادة ايش البست الالجوريثم؟ في انت عندك مجموعة من الالجوريثمز اللي لها علاقة بالنايف بايس اللي زي المالتي نوميال نايف بايس، هذا من اكتر الالجوريثم روبست للتكست كلاسيفيكيشن لانه هو اصلا انه مصمم لانه يتعامل مع الديستريبيوشن تبعت الكلمات. تمام. كذلك السبورت فيكتور ماشين يعتبر من الروبست الالجوريثم، لكن مين البست؟ مين بتقدر تحكم اكسبيرمنتالي؟ تقدرش انه انت تقول انه هذا الالجوريثم خلاص هو البست واستخدمه. طبعا في الالجوريثمز معروفه انه هي البست حسب الليتريتشر، انه هي معروف يعني انه البرفورمانس تبعها انه افضل من الالجوريثمز ثانيه، ولكن لا يمنع انه انت من البست انه انت تعمل اكسبيرمنتالي تجرب وتشوف مين الالجوريثمز الافضل. طيب نيجي تحديدا على النايف بايس. زي ما حكينا انه سيمبل نايف كلاسيفيكيشن ميثود بيست اون بايس رول، هذه الميثود ستاتستيكالز بالضبط. كيف تتعامل مع الكلمات؟ تتعامل مع كلمات كباج فورز. ايش معنات هذا المصطلح؟ معناها انه هي بتتعامل مع الكلمات انه بالترتيب، لا بدون ترتيب بالضبط، ان اوردرد words، فبالتالي بتعامل معها، فبالتالي انت فقدت السياق. في بعض التاسك انه اوكي يعني بيمشي الحال تمام، ولكن انت ممكن تحافظ على السياق كيف نوعا ما. ارتب الكلمات كيف بدك ترتب؟ انا بتعامل مع فيتشرز، فبالتالي الفيتشرز تبعتي كلمات. ايش الحل الثاني؟ انه يعني انجرامز. فبالتالي انت ممكن انه انت تحافظ على السياق باستخدام الانجرام فيتشرز. يعني الترتيب يعني انه سميها باسمها انجرام فيتشرز بالضبط. فبالتالي انت الفيتشر بدل ما تكون كلمه واحده بتكون عباره عن انجرام، لو كان 3 جرامز بتكون 3 كلمات بهذا الشكل. فبالتالي نوعا ما تعمل بريزيرف، بتحافظ على السياق. طيب في الباك اوف ووردز زي ما حكينا انه احنا بنرتبهم هيك unrelated مع بعض وببدأ اعد frequencies. تمام. فهي انه هاي الكلمة مكررة مرتين، هاي الكلمة مكررة واحدة. تمام. فبالتالي يعني احنا بنتعامل هنا مع الماشين انه هذه الفيتشر وهذه الفاليو، يبقى الفيتشر هي عبارة عن الكلمة نفسها والفاليو هي عبارة عن الفريكوانسي، لانه الماشين ليرنينج الجوريثمز هي فعليا بتتعاملش مع كلمات ولكن تتعامل مع ارقام. فبالتالي كل كلمة بتمثل فيتشر والرقم بيمثل الفريكوانسي تبع هاي الكلمة. زي ما حكينا انه البروبابيليتي انه هاي لو انت شفتها فعليا زي الفورميلا تبعت اللانجويج موديل، وممكن تدخل فيها الانجرام. تمام. فبالتالي احنا كيف بنعمل كلاسيفيكيشن؟ نستخدم هذه الاوبريتور الارج ماكس. ايش هي الارج ماكس؟ لو اعتبرنا انه انا في عندي تو كلاسز بوزيتيف ونيجاتيف، هاي الفورميلا بتطلع الكلاس اللي له هايست بروبابيليتي. فبالتالي لو كان انا عندي البوزيتيف مثلا 0.7 والنيجاتيف 0.3 اكيد لازم يكون مجموعهم واحد، فبالتالي الفاينل ليبل بوزيتيف اللي هو ال 0.7، هاي معناته الارك ماكس. تمام. تمام. هذا الالجوريثمز الموست روبست في التكست كلاسيفيكيشن. لو انت بدك تشتغل في المشروع تبعك على التكست كلاسيفيكيشن لازم تتعامل مع هذا الالجوريثم. شغلك حيكون questionable لو ما استخدمتش هذا الالجوريثمز. اسمه multinomial naive bias. طبعا هو عبارة عن يعني variation من naive bias، له
يعني بعض يعني التعديلات بحيث انه هي تتعامل مع التكست بشكل افضل. تمام. كيف ممكن تستخدمه؟ موجود في انت عندك في الاسكي ليرن مالتي نوميال نايف ان شاء الله يشتغل. هو كونكتد ولكن مش عارف إشارة ضعيفة. تمام. في الاسكي ليرن تطلع على الدوكيومنتيشن تبعه كيف انه انت تستخدمه. لو نزلت تحت هنا حتلاقي انه انت في عندك اكزامبل فروم اسكي ليرن نايف بايس امبورت مالتي نوميال اند بي. هاي بتعرف منه اوبجكت وبتعمل فيت معناها تريننج. حنمر على الشغله هذه في يعني حتمر علينا بشكل متكرر انه انت عندك في الاسكي ليرن انه انت تريننج يعني من خلال الميثود فيت بالضبط وهنا بتعمل بريدكت بهذا الشكل. لا مش شغال. تمام. فهي بتلاقي حتى مثال متكامل هنا classification of text document using sparse features. بتلاقي هذا مثال متكامل فبالتالي يعني زي وصفة انت بتعدل عليها بتحمل ملفات تبعتك وبتبدأ تشتغل عليها. اوكي. طيب طبعا بدنا احنا نتعامل مع probability طبعا بدي اتعامل مع مشاكل تبعت probability نفس الطرق اللي احنا اخذناها في اللانجويج موديل زي لابلاس بالضبط انه add one estimation. فبالتالي احنا بنعمل smoothing للprobability تبعتي عشان اتخلص من اشكالية الزيروز. تمام. طبعا هنا في هاي الجزئية بيحكي عن علاقة اللانجويج موديل مع النايف بايس. تمام. ففي الحقيقة انه النايف بايس بيتعامل انه ككلاسيفاير بيتعامل مع اي نوع من الفيتشرز سواء كانت URL ايميل ادريس ديكشنريز نتورك فيتشرز بغض النظر انه طبيعة التكست يعني ممكن يكون انت عندك في التكست URL اي حاجة زي هيك. تمام. يعني احنا صحيح شرحنا في السابق او في السلايدات السابقة انه بتعامل انه يعني انه عرضنا فقط word feature ولكن فعليا عنده القدرة انه يتعامل مع كل انواع الفيتشرز اي نوع من الفيتشرز بهذا الشكل. تمام. ففعليا ال
في تشابه كبير بينه وبين language modeling. تمام؟ لكن انت بدك تفرق ايش المطلوب من نايف بايس. المطلوب من نايف بايس انه يعمل لي classify لتكست معين into categories. ممكن تكون subjects, ممكن تكون authors, ممكن تكون اي حاجة. لكن الهدف من language model انه احنا انه نقيس قديش مقدار انه هذا النص بيعمل fit للانجويج موديل معينة, وبستخدمه في تاسك تانية زي ايش الماشين ترانسليشن, زي السبيش ريكوجنيشن. فبالتالي استخداماتهم مختلفة. تمام. مثال استخدامه على السبام فلترينج. طبعا هنا جزئية الإيفاليويشن. طبعا هذه جزئية الإيفاليويشن لازم انه تنعطى لإلك, لأنه أي تاسك متعلقة بالكلاسيفيكيشن بدك انه تتعامل مع الإيفاليويشن متريكس هدول اللي هما بريسيجن وريكول والأف ميجور. تمام. طبعا الكلاس ممكن انه هو يتصنف ترو بوزيتيف أو false positive. تمام. وممكن إنه يكون false negative و true negative. تمام. بالضبط. فبالتالي أنا وين بدي أطلع؟ بدي أطلع على the true اللي هم هدول الجزئية. إنه الليبل أنا عندي true positive وتم تصنيفه true positive, فبالتالي هذا الرقم إنه المفروض إنه هو يكون كبير. تمام. الفولس بوزيتيف ايش معناته؟ انه هو مش بوزيتيف وتم تصنيفه بشكل فولس انه هو بوزيتيف, والعكس بالنسبه للنيجاتيف. الترو نيجاتيف انه الليبل الاصلي نيجاتيف وتم تصنيفه ترو نيجاتيف, فبالتالي بنسميه ترو نيجاتيف. الفولس نيجاتيف انه احنا صنفناه نيجاتيف بشكل فولس, يعني هو مش اصلا مش نيجاتيف. فبالتالي عشان هيك أنا الجزئية اللي هنا هدول الأرقام الاثنين يفترض إنه تكون إنه أعلى من اللي هنا عشان إنه أنت يكون في عندك accuracy عالية. تمام. فبالتالي the precision هي عبارة عن the percentage تبع selected items اللي بتكون correct, زي ما حكينا إنه هنا correct وهنا not correct. تمام. هذا the precision. أما الريكول هي عبارة عن البرسنتج تبعت الكوريكت آيتمز اللي سيلكتد. بمعنى آخر كوريكت آيتمز اللي سيلكتد. تمام. يبقى هذا هو الريكول. كيف؟ مش فاهم علي. نعم. نسبة الكوريكت ايتيمز ذات ار سيلكتد. عفوا. انه انت عندك هنا سيلكتد مع كوريكت. ليه هاي؟ جهاي عبارة عن ريكول. لا هذا البرسيشن. هذا البرسيشن. هذا هو استرجاعها بس مش شيء مش ذات علاقة. حسب التعريف هنا البرسيشن هي عبارة عن نسبة السيلكتد ايتيمز اللي كوركت. بالضبط. استرجاعها هو صح. بالضبط. هذا برسيشن. بالضبط. تمام. اما الريكول هي نسبة الكوريكت ايتيمز. تمام. ذات ار سيلكتد. هذه معادلة مش قيم واحدة, ثلاث قيم في كل واحدة. اوكي. يعني ممكن انه
هذا الاف ميجر، هذا الاف ميجر هو بريسيجن والريكول. ممكن ابدي لك المعادله اللي هنا. هي مستخدمه في الانفورميشن ريتريفال، انه الدوكيمنت هذا ريليفنت ولا مش ريليفنت، فبالتالي انه بده يحسب البريسيجن والريكول. ولكن لو نزلت تحت هنا، هاي الريكول هو الريليفنت دوكيمنت تقاطع الريتريف دوكيمنت على الريليفنت، هي مستخدمه في الانفورميشن ريتريفال. لكن تحت حتلاقي في معادله للتكست كلاسيفيكيشن. هاي المعادلات تبعتهم. البريسيجن هو عبارة عن ترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفوز بوزيتيف. أما الريكول هو الترو بوزيتيف نفسه على الترو بوزيتيف زائد الفوز نيجاتيف. تمام؟ أما الأف ميجور، طبعا الأكيرسي أنا بدور على ترو بوزيتيف، يعني هنا هذه معادلة الأكيرسي، هذه الاكيرسي هي عباره عن الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف زي ما ذكرت لكم على كل الداتا سيت، اللي هي الترو بوزيتيف ونيجاتيف والفولس بوزيتيف ونيجاتيف. اما الاف ميجر هي عباره عن 2 ضرب البريسيجن ضرب الريكول على البريسيجن زائد الريكول. تمام؟ فبالتالي واضح كيف، يعني ما دام انت قدرت تحسب هنا الكونفيوجن ماتريكس، هاي قدرت تحسب قديش مقدار الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف، بتقدر تحسب البريسيجن والريكول حسب المعادلات اللي انا ورجيتك اياها هنا في الصفحه بالويكيبيديا. تمام؟ هدول المعادلتين، ومنهم بتقدر يعني تحسب الاف ميجر. حكيت الاف ميجر هو عبارة عن كومبرومايز بين البريسيجن والريكول، وفعليا بيكون مهم جدا في الامبالانسد داتا. ايش هي الامبالانسد داتا؟ بيكون الكلاس ليبل تبعها مش متوازن. يعني على سبيل المثال انه انت عندك ترانزاكشن في الكريدت كارد، كل ترانزاكشن انه نورمال، في بعض الترانزاكشن اب نورمال مثلا. فبالتالي عندك 100,000 ريكورد، تمام؟ 90,000 منهم عبارة عن نورمال و 10,000 اب نورمال. بالضبط. او ممكن انت تيجي في السنتمنت اناليسيس، يعني عادة الناس ايش بعملوا بوست على السوشيال ميديا؟ شغلات نيجاتيف. فبالتالي بيكون في عندك توزيع الكلاسز انه النيجاتيف اكثر من البوزيتيف، او ممكن يكون العكس في حالات تانية. تمام؟ فبالتالي هنا لازم الاف ميجر. فبالتالي لو كان مشروعك انت بتشتغل على تكست كلاسيفيكيشن، ضروري انه انت تجيب هدول، تجيب الاكيرسي بريسيجن ريكول والاف ميجر، خصوصا اذا كان الكلاس توزيع تبعهم فيش في بالانس، فيش في توازن. تمام؟ هذا بس انه كمثال. هيك احنا بنكون خلصنا جزئية التكست كلاسيفيكيشن. تمام؟ السلايد اللي وراها بيحكي تحديدا على السنتمنت اناليسيس، لانه كابليكيشن في البزنس في له تطبيقات كثيره، فبالتالي برضه حنمر عليه بشكل سريع قدر الامكان. هدول لسه شايفينهم قبل شويه انه عباره عن موفي ريفيوز، وبدنا نصنفهم انه بوزيتيف او نيجاتيف، فكل واحدة بصنفها انه هي بوزيتيف ولا نيجاتيف.
فعليا لو انت اجيت اطلعت على الـ على على شو تطبيقات السنتمنت اناليسيس، التطبيقات هي ابعد ما انه انت تصنف بس بوزيتيف ونيجاتيف. والدليل على ذلك انه على سبيل المثال لو انت دورت في جوجل سيرش عن برودكت، في جوجل برودكت سيرش عفوا عن برودكت معين، بروح بجيب لك الريفيوز هنا بهذا الشكل، تمام؟ وهنا بايش بروح بطلع لك فيتشرز، سنتمنت فيتشرز، هاي المهم اللي انا بدور عليه. مش مهم انه انت تجيب لي بوزيتيف ونيجاتيف ولا لا، انت قلت لي انه الجوال هذا انه اوكي نيجاتيف، بس ايش المشكله؟ من ايش الناس بتشكي؟ هل البطاريه فيها مشكله ولا هل الجوال بسخن ولا ايش بالضبط؟ فلاحظ انه هاي ايزي فيوز فاليو السيت اب، فبالتالي كل وحده ايش الريفيوز تبعتها. طبعا انت عندك هنا سبيكترم طيف من الالوان ببين لك انه الريفيو هذا، انه انت عندك اللون هذا ستار واحدة، هذا اللون 2 ستارز 3 4 5 ستارز، تمام؟ وهنا بروح بيجيب لك على كل فيتشر ايش الريفيو الريليفانت بالنسبة له. فبالتالي حتى بعتبره سنتمنت اناليسيس سيستمز اللي عادة بيكون مطلوب من الشركات. ما حدش بيجي بطلب منك انه انت صنفني بوزيتيف ونيجاتيف وذاتس ات، لا، شو بدي فيه؟ شو الفايدة؟ فبدنا نروح ابعد من ذلك، انه انا اطلع حاجة اسمها سنتمنت فيتشرز، انه انت بيكون عندك مجموعة من الفيتشرز وتحدد انه ايش الشغلات السلبية على هذا وايش الشغلات الايجابية على هذا. فبالتالي انه بيكون مرتبط بكل منتج انت بتروح تعمل له جراف. يعني على سبيل المثال السمارت فون ايش ممكن تحط؟ ممكن تحط البطارية، ممكن تحط الكاميرا تبعته، ممكن تحط الشاشة، عرض الشاشة، ممكن تحط. فبالتالي هاي الاشياء بتحطها وبتشوف ايش اراء الناس عن الاشياء هذه تحديدا، تمام؟ طبعا هاي الشغلة كذلك موجودة في بينج، تمام؟ ولكن بشكل انه برزنتيشن مختلف شوية، تمام؟ طبعا لتويتر كتير مستخدمة في الكونسومر كونفيدنس، يعني قديش مقدار ولاء المستهلكين بالضبط، بدي اقيس لويالتي، هذا الكلام انا بقيسه من تويتر بالضبط. فبالتالي انه هنا في عندي مستويات انه في فتره معينه انه بنزل، في فتره ثانيه انه بيطلع زي هيك، تمام؟ طبعا هذه تويتر سنتمنت بنجيبها من سنتمنت اناليسيس سيستم. هذه الجولاب بول هو عبارة عن استفتاء أو استطلاع رأي من مؤسسة جالوب، أكيد مر عليكم هذا الاسم وخصوصا في النشرات الاقتصادية. حسب استطلاع رأي من مؤسسة جالوب، هي مؤسسة عريقة قديما جدا، إنه من القدم، إنه يعني من 1900 أو 1800 وهي بتطلع إحصائيات أو نشرات خاصة فيها، تمام؟ فبالتالي هذا ماشين ليرنينج، هذا عبارة عن استطلاع رأي من مؤسسة جالوب. ففعليا هو ايش بيسوي؟ بحاول انه قديش انه لتويتر سنتمنت اناليسيس مطابق لاستطلاعات جالوب، نوعا ما في تطابق نوعا ما، تمام؟ خاصة في المنطقة هاي بهذا الشكل. فبالتالي فعليا انت ممكن تعتمد على السنتمنت اناليسيس عشان انت تشوف اللويالتي تبعت الكاستمرز. كذلك ممكن نستخدم التويتر انه احنا نعمل بريدكشن للستوك ماركت، تمام؟ طبعا هذا الاشي انه هيو منشور في هذا الارتيكل زي هيك. ايش الفكرة؟ ايش الستوك ماركت؟ اسعار الاسهم. كيف نعمل له بريدكشن عادة؟ بالضبط، باخد سعر السهم امبارح واول امبارح واول واول عشان اعمل بريدكشن. فهذا بيعتمد على الويندو، ممكن تكون الويندو انه داي، او ممكن تكون انه انا باخد الاسابيع السابقه عشان اعمل بريدكشن للنكست ويك بهذا الشكل. لو دخلت يعني لو دخلت في الموضوع لتويتر ممكن تحسن البريدكشن حسب المنشن تبع اسم السهم هذا. يعني على سبيل المثال انت بدك تعمل بريدكشن للحديد والصلب، فبالتالي انت بتروح بتعمل منشن بتعمل بالضبط
بالضبط في التويتس انه قديش بيصير في عندك منشن وقديش من المنشنز هذه بوزيتيف قديش نيجاتيف على اساسه بتدخله كفيتشر في الكلاسيفاير تبعك عشان تعمل بريدكشن. وهي الشغله كتير مستخدمه في الستوك تمام، خاصة في العملات الرقمية. انت بتيجي بتقول بتشوف قديش صار في عندك منشن للبيتكوين على سبيل المثال عندك في تويتر تمام، ومذكورة بشكل بوزيتيف او نيجاتيف عشان تعمل بريدكشن لسعر البيتكوين في الاسبوع القادم، بتطلع ولا بتنزل عشان تشتري ولا تبيع تمام. كيف؟ طيب هنا نشوف ابلكيشن ويب ابلكيشن، وعارف ان الشركات بتطلب شغله زي هيك، ان انت بتروح بتصمم صفحه زي هيك، الصفحه هذه بتحلل التويتات تمام، وبروح هنا بروح بحط سيرش كي وورد يونايتد ايرلاينز، ايش هاي؟ شركه طيران بالضبط. فانت بتروح بتجيب كل التويتات اللي بتعمل منشن ليونايتد ايرلاينز، بتروح بتقول انه والله من التويتات اللي بتعمل منشن 68 نيجاتيف و32 بوزيتيف، واضح انه هم مش مبسوطين من هاي شركه الطيران. فبالتالي بتروح بتجيب التويتات زي هيك وبتروح بتلونهم بالوان انه هذه نيجاتيف زي هيك وهذه بوزيتيف، الابيض بيكون ممكن نيوترال بهذا الشكل تمام. وفي تولز كتيره، يعني في ناس بتدور على تولز كتيره انه زي هيك، يعني انا على سبيل المثال ممكن اتصفح بروفايلك على تويتر تمام، بس ممكن اضلني اعمل سكرول هيك هيك هيك، بس بدي تول انه اروح اقرا كل تغريداتك واروح احللها واروح اشوف انت على سبيل المثال. في تول مرت عليا يعني انه يعني طبقوا دراسة على الحساب لتويتر تبعي انه انا بكون نشط اكتر اشي يوم الجمعة على تويتر، وانه طبيعة التويتات اللي بنشرها لها علاقة بالتكنولوجي والبايثون والديتا ساينس وكذا وكذا وكذا. ممكن بتشوف حدا تاني انه تلاقيه انه هو اكتف طول الوقت مثلا وبيعمل بوستات لها علاقة بالسياسة والاقتصاد وكذا وكذا وكذا. فبالتالي هاي السمرايزيشن كتير مطلوبة في البزنس انه انت تقدر انه انت تتعامل معها. طبعا بطبيعة الحال انت بدك تتعامل مع التويتر اي بي اي، فبالتالي بتعمل حساب ديفلوبر على تويتر او ديفلوبر دوت تويتر دوت كوم ديف، اعتقد هي مش ديفلوبر لانه يبدو كنت فتحها سابقا انا. طبعا انت بتقدر تعمل انه سيرش وتجيب كل التويتات وتجيب تويتات تبعت يوزر معين من على التويتر. وبرجع لك النتائج هذه من خلال جيسون فورمات. تمام؟ فبالتالي انت ممكن تطلع على الويب سايت هذا وتشوف كيف انه انت تقدر تتعامل معها. بالمناسبة انت في عندك في الانالتيك في برضو باكج مخصصة في التويتر، فبالتالي انت بس دور انالتيك واكتب تويتر تمام بالضبط. هاي الرابط زي هيك مش هيفتح معي لانه ما فيش نت، ففعليا انت ممكن تطلع على. فبالتالي الاي بي اي موجودة هناك، فلو بدك تعمل
بتجيب كل تويتس تبعت يوزر معين او تبحث عن كيورد معينه بيجيب لك اياه. فبالتالي هنا بورجي لك انه هاو تو انه تتعامل مع التويتر من خلال ال NLTK. تمام. فبالتالي كتولز متاحه. انه احنا نتعامل معها زي هيك. طبعا طبيعة الحال لازم انه تعرف انه sentiment analysis لها مسميات مختلفة وهي نفس الشيء: opinion extraction, opinion mining, sentiment mining, sentiment analysis طبيعة الحال, subjectivity analysis. هذه كلها مسميات لنفس التاسك. برضو الايموشن يمكن الايموشن عشان الكلاسز تبعتها مختلفه انه مش بوزيتيف ونيجاتيف, بس انه بتدخل فيها السكس بيزك ايموشنز, ستة او ثمانية, الاساسيه ستة تقريبا. تمام. طيب هاجت زي ما حكينا انه اوكي انت عرفت السنتمنت وشفت التطبيقات تبعته. ممكن انه احنا نلخص الموضوع ايش التطبيقات. ممكن تستخدمها في مراجعة الموفيز, مراجعة المنتجات زي ما شفنا في جوجل برودكتس. وكتير من الشركات انه بدها سيستم خاص في المنتجات تبعتها انه هي تراقب الكاستمرز على تويتر او على الفيسبوك, انه تحدد ايش مبسوطين او ايش متضايقين في المنتجات تبعتهم. كذلك انا عندي البابليك سنتمنت بالضبط انه انا بشوف الرأي العام تبع الكاستمر او الكونفيدنس بخصوص براند معينة. ممكن اشوف ايش التوجهات السياسية لو انا في عندي مجموعة مرشحين للانتخابات مثلا على سبيل المثال. فبالتالي ممكن انه انت تعمل sentiment analysis انه المرشح هذا بوستات هذه قديش منها بوزيتيف وقديش منها نيجاتيف لكل مرشح بهذا الشكل. هاشتاج ممكن تسهل اجيبه من حسابات الناس الشخصيه, كل واحد يلف حسابه واخذ من قصدك انه ممكن انه ما كنتش كاتب تحت هاشتاج مثلا, او يعني بدي اشوف راي اللي عندي على الفيس مثلا. ممكن انت تروح تجيب كل الفولورز تاعونك تلف عليهم, ما انت في عندك جيت فولورز وبتلف عليهم في لوب وبتجيب التويتس تبعت كل واحد. وعلى الفيس برضه في انت عندك ديفلوبر اي بي اي تقدر تجيب لستم. يعني الفيسبوك اي بي اي برضو تعاملت معها انه بتقدر تجيب منها شغلات كتيرة, منها لستة من الفريندز كله برجع لك جيسون بتلف عليهم وبتجيب البوستات تبعتهم بهذا الشكل. يعني بس يشتغل يعني انت مش بالضرورة انت تعمل جيب كل التويتات حسب هاشتاج معين. ممكن تدخل الكيورد. تمام. بالضبط. ممكن انت ممكن تعمل ستريم لتايم ويندو. تمام. انه من كذا لكذا بتروح بتجمع كل التويتات بالضبط. فهنا بدي اورجي لك تول تانية ممكن برضو تستخدمها غير ال NLTK, هذا developer.twitter.com. ف يعني هذه السيرش اي بي اي, ادز اي بي اي, انجيجمنت اي بي اي. انت في العاده حتستخدم السيرش اي بي اي. تمام. فبالتالي هذه انه كجيسون ريكويست. تمام. وتشوف الريسبونس تبعها. في عندك انه تويتر ديف جيسون اوبجكت. فبالتالي هاي التويت اوبجكت هو عبارة عن جيسون.
تمام. هيو جيسون ايش الفيلدز تبعته، هي مشروحه هنا، هذه طبعا سامبل له كرييتد اد اي دي از ا سترينج، هاي التكست، هاي اليوزر اي دي، ايش اسمه على تويتر، السكرين نيم، اللوكيشن، كل هاي الاشياء والهاشتاجز. فبالتالي هاي كلها هتلاقيها انه مشروحه في تيبل كان بالضبط. فهذا الاتريبيوت بيشرح لك created at ايش التايب تبعه وايش الديسكريبشن، تمام. الاي دي ايش التايب تبعه، انتجر 64 وبدي لك مثال عليه. طبعا انت عندك الاي دي كانتجر والاي دي كسترينج تقدر تتعامل معاه. وهنا التكست تكست طبعا انكودد يونيكود، تمام. الى بقيه الفيلدز هي مشروحه هنا. بخصوص الفيسبوك فبروح هنا على الدوكيومنتيشن بصنف لي اياها. لو انا مثلا بدي اعمل سيرش هذه بيجز، لو انت عندك صفحة على التويتر فهذه اللي انا تعاملت معها اكتر شيء يعني، تمام. هذه للماسنجر، هذه للماركتينج، للجروبس، لو انت في عندك جروبس وبتديرها فممكن تستخدم الاي بي اي. هذه للاناليتكس، في اكيد لازم يكون في حاجة للسيرش، اعتقد انه شغلات مرتبطة بالاكاونت، اكاونت كيت. في الفيسبوك ولا مش ذا الفيسبوك؟ انا حكيت لك اللي تعاملت معاه اللي هو البيجز، تمام. البيجز ممكن انه انا اجيب شغلات كثيرة متعلقة في الصفحة، متعلقة بالاناليتكس، او متعلقة بكل المسجز اللي تم ارسالها لهاي الصفحة، شغلة زي هيك. ف برضو نفس الفكرة انه من خلال ريكوست وبترجع لي جيسون. وبالتالي ممكن الصفحة هاي تطلعوا عليها. طيب حاجات ممكن ندخل فاين جرين اكتر، بمعنى اخر انه بديش اطلع انه بوزيتيف ونيجاتيف بس، ممكن ندخل ديتيلز انه ايموشن. فبالتالي انه بيصير في عندي هاي 1 2 3 4 5 6 تمام 7 ايموشنز او 8 ايموشنز. او في انت عندك دراسات تصنيفات بتقول لك انه ايش الايموشنز الاساسيه، انه هل قدوا على هذا الاساس انه بيمشوا عليها. فبالتالي انه هاي انجري، ساد، جويفول، فيد، فيرفول، اشيمد، يعني بشعر بالعار، براود، بشعر بالفخر، وهكذا. فبالتالي انه ممكن انت عندك تكون هذه الكلاس ليبلز، او ممكن انه انت تركز على موضوع المود، المزاج، تمام. زي انه انت مثلا على سبيل المثال ممكن تكون ديبريست، او ممكن تكون تشيرفول، يشعر بالابتهاج، زي الشغلات اللي انت بتشوفها على الفيسبوك. فبالتالي انه من خلال تكست معين انت بتقدر تحدد ايش المود تبع الشخص هذا، تمام. في حاجه ما
فيتشر ريكوست انه بطلب انه شغله انه انت تضيفها على الفيتشر على الفيسبوك. انت توفتش نعمل بالحساب تبعك. ما هذه الشغله انه من يعني من زمان انه بدك تحدد انه يتم اغلاق الحساب تبعك ولا انه بدك تخلي حدا يديره ولا انه ينكتب بعد ما تتوفى انه ذكرى فلان ولا ايش بالضبط يعني. يعني اعتقد انه في البنود انت لو قرأت يعني ممكن انه هو بعتبر انه انت لو ما دخلتش على الحساب تبعك مثلا سنتين واكتر مثلا او شغلة زي هيك بالاضافة للكومنتس، فبالتالي كلها فيتشرز بدخلها مع بعض عشان يحدد انه الشخص هذا يتوفى او لا. اكيد بطبيعة الحال انه هو راح يبعت اشعار للحساب انه في مؤشر انه انت متوفي، نحط متوفي ولا لا، ما رديتش عليه بروح بحط يعني مثلا. تمام. طبعا هذا الهيريتاج يعني صار من الشغلات الأساسية. طبعا الإنسان بيترك موروث أكيد بطبيعة الحال فيزيكال. تمام. انت بتترك السيارة تبعتك والبيت تبعك كلهم بتمتعوا فيهم. تمام. والديجيتال أسيتس تبعتك أو ديجيتال هيريتاج تبعك شو بدنا نسوي فيه، شو بدنا نعمل؟ فبالتالي انه هاي من القضايا المثيره للجدل. تمام. انتربيرسونال انه يعني بين الاشخاص، الحاله بين الاشخاص، يعني فريندلي ولا ديستانت ولا كولد ولا وورم، سبورتيف، يعني شغلات زي هيك، اتيتودز، موقف، تحدد موقفك يعني طريقة معينة، إنه liking, loving, hating وهكذا. تمام. كذلك ممكن أحدد الحالة الشخصية زي إيش مثلا، زي إنه أنا nervous، زي reckless، متهور، hostile، عدائي، يعني jealous، غيران. تمام. فبالتالي الموضوع اكبر بكتير من موضوع بوزيتيف او نيجاتيف فقط، يعني انه زي هيك. فهي الشيء يعني هاي الاشياء انه زي ما حكيت انه طبعا هذه الموفي داتا سيت، هاي اللينك تبعها ممكن اذا انت بدك تشتغل عليها. هاي المراحل، مراحل توكنايزيشن، فيتشر اكستراكشن، تستخدم واحدة من الالجوريثمز اللي احنا شرحناهم في السلايد السابقة، بالاضافة للمراحل اللي هي التوكنايزيشن والفيتشر اكستراكشن، سواء كنت بدك تشتغل على انجرام فيتشرز او يونيجرامز. فهي بخصوص هذا. طبعا موضوع الترين والتست معروف بالنسبة لنا. تمام. في موضوع الكروس فاليديشن معروف بالنسبة لكم. في حدا عنده اشكالية في الكروس فاليديشن؟ باختصار الكروس فاليديشن انه انت بتقسم الداتا ست تبعتك لفولدز، يعني على سبيل المثال ممكن نقسمها لعشر اجزاء. تمام. مادام انت قسمت لعشرة، يعني نفترض ان انت احنا قسمنا لخمسة حسب ما هو موضح في الرسمة هنا، فبتروح انت بتعمل الاكسبرمنت تبعتك خمس مرات. في المرة الاولى بتاخد الجزئية هذه تيست والباقي ترين. تمام. في الاتريشن اللي بعديها انه هاي اللي انت اخدتها بتاخد اللي وراها انه هي تيست والباقي ترين وهكذا. فبالتالي انت فعليا بتكون تعمل تيست على كل اجزاء الداتا سيت. كل واحدة منها موديل، والفاينال سكور هو عبارة عن الافريج بيناتهم. كيف يعني بعتمده؟ يعني الموديل اللي بطلع بعتمده
مش بس فاليديشن. لا، الأسلوب المتبع إنه الهدف من الكروس فاليديشن إنه بدك إنه تهرب من موضوع الصدفة. إيش هو؟ إنه والله الجزئية هذه اللي أنت اخترتها للتست ممكن أنت تشنس فيها إن صح التعبير وتجيب فيها سكور عالي، بينما لو اخترت إنه بارت تاني من التست يعني من الداتا إنه تعمل تست عليه حيكون السكور منخفض. فلما تعمل تيست على كل الأجزاء أنت يعني بتحيد موضوع الصدفة عندك. فلقيت أن النتيجة كويسة فبتروح بتبني موديل بتسميه الفاينل، بتروح بتبنيه من كل الداتا سيت. هذا النظام المتبع، تمام؟ متى بستخدمه؟ لو كانت الداتا سيت تبعتي صغيرة. لو كانت الداتا سيت تبعتي هيوج ما فيش داعي لكروس فاليديشن، يعني بشتغل بنظام ترين وتست بس تو بارتس، بارت للترين. ليش؟ لانه التست بارت تبعك حيكون كبير والتشانس انه انت يعني تجيب سكور عالي في هذا البارت منخفضه. لا مش كبير، منخفضه، لانه الداتا التست بارت كبير. لكن لما تكون الداتا ست صغيره يعني كلهم على بعضهم حوالي 1000، تمام؟ فبالتالي لا، بدك تتأكد انه الموديل تبعك صحيح انه ممكن انه انت تروح له يعني تستخدمه. فبالتالي الكروس فاليديشن متى بستخدمه؟ في حال كانت الداتا سيت صغيرة، بعد ما اشوف النتائج كويسة بروح ببني موديل من كل الداتا سيت. تمام، هيك بنكون خلصنا جزئية السنتمنت اناليسيس. بناء على labeled dataset. ايش labeled dataset؟ انه انت بتكون عندك dataset محطوط لها labels بشكل مسبق وبتدخلها على classifier، على machine learning classifier، فهو بتروح بتعلم انه والله لما يكون التكست زي هيك بيكون الكلاس sad حسب الفيتشرز اللي انت تتعامل معها. لو انت بنشتغل نظام فيتشرز back of words بتعامل معهم كلمات ما لهم مش علاقة مع بعض. لو انت بتتعامل مع نظام انجرام فيتشرز فبالتالي بياخد سياق انه ثلاث كلمات او كلمتين، يعني حسب اذا انت بتشتغل بايجرامز او تريجرامز زي هيك. فبالتالي انت بتقسم التكست تبعك لفيتشرز. الفيتشرز هذه ممكن تكون باج اوف ووردز اللي هي كلمات وانت فعليا ساعتها بتشتغل يونيجرام، او ممكن تكون انه انت تاخد السياق بس سياق صغير بعين الاعتبار فبالتالي حيكون 3 جرامز او بايجرامز. فبالتالي انه لو انت بتشتغل بيزيان او نايف بايس بيشتغل بروبابلستيك، فهو بروح بشوف والله لما يكون والله تكرار هذه الكلمة متكررة كتير مع الكلاس ليبل هذا، فبالتالي في التست كل ما يشوف هذه الكلمة فبالتالي انه بيكون هذا الكلاس انه most probable انه بعمله prediction. متخيل كيف؟ نعم. بناء على ذكر التقنية نفسها، والله إنه هذه الشاشة، أول أنت بتدخل أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى إنه أنت تحدد التكست هذا بوزيتيف أو نيجاتيف. حددنا نيجاتيف، بدنا نشوف إيش النيجاتيف اللي جوا، تمام؟ فبالتالي بروح بيكون أنت عندك لستة من الفيتشرز اللي بريديفايند، أنت عندك اللي بتكون مرتبطة بالبرودكت اللي هي شاشة، بطارية، التاتش تبعه او الكاميرا او كذا، تمام؟ وبتروح بتبحث فيها وبتروح بتشوف الكلمات المجاوره لها انه بوزيتيف او نيجاتيف. يعني انت بتقول انه الشاشه استجابتها ضعيفه، فبالتالي انت بتحدد الويندو المجاوره انه ثلاث كلمات، فبالتالي انت حددت انه والله الاستجابه وضعيفه مرتبطه بالشاشه، تعمل لينكينج بهذا الشكل انه كسر، تمام؟ ممكن انت تقول انه الكاميرا ممتازه، فبالتالي انت الكاميرا عبارة عن sentiment feature، فبتروح بتدور عليها في التكست بتروح بتشوف النص المجاور قبل وبعد، لقيت ممتازة فبالتالي انه زي هيك. في
مثال sentiment analysis ونحن ندخل جوا فيه موجود بس مش محضر معايا هالجيل. كذلك في كان قصي طلب انه يكون في عنا عملي اكتر, فبالتالي ممكن اخصص لكم سيشن انه احنا نشتغل يعني اكتر من مشروع. يعني طبيعة الحال انه حشتغل بسرعة مش حتلحقوا تطبقوا معايا يعني, بس حيكون مسجل انتو عندكم على فيديو انه انت كيف مثلا بدك تعمل كذا, ايش المكتبة اللي انت تستخدمها افضل لبراكتسز, وانه انت تعمل شغلة زي هيك يعني. مين غيره؟ اه تفضل. احنا عنا في هذا لا ما فيش. طب خذ موضوع طيب خذ موضوع يعني تعملش كل حاجة, خذ موضوع من المواضيع. احملك موضوع؟ لا انت شرح انا حشرح لك اكتر من حاجة عمليا تمام, بس احنا بدنا منك حاجة ماشي, واحنا برضو بدنا منك كمان تاسك. يعني انت بتشتغلش ببلاش يعني؟ طيب طيب تنتقل لموضوع الفيكتورز, لأنه احنا هيك بدنا نبدأ ندخل في الديب ليرنينج تمام. فبدنا نفهم موضوع الفيكتورز و ليش احنا يعني 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 اول المواضيع اللي احنا بدنا ناخدها اللي هي موضوع الوورد امبيدنجز. فبدنا نفهم شو معنات وورد امبيدنجز كيف. اليومين اللي فاتوا تمام عشان انت بتسخنس لو انت بتعرف يعني مو بكون تشرح انت برزنتيشن جاهزة؟ مثال كود يعني ولا عندك مثال كود؟ عندي مثال كود ماشي اوكي بنشوف اذا في علامات وحلوة يعني ما فيش حاجة هيك لله اما والله مقارنة بين الكلام بعده وبعده يعني. والله إذا بتشرح ببلاش ماشي توفيش معك. طيب اوكي طيب بنشوف ديكشنري. يعني على سبيل المثال انت في عندك ديكشنريز اونلاين واكيد انت على اطلاع على ديكشنري. انت ايش في عندك؟ في عندك هاي الكلمه تمام, فمقسم انه like words, lemmas, sense, definitions بهذا الشكل. فبالتالي هاي اللمة حتكون انت عندك, كل اللي انت بتشوفه هنا انت عندك هاي واحد اثنين تمام.
اثنين في انت عندك A و B، فبالتالي هنا انت عندك هذا السنس زي هيك تمام، و C عبارة عن سنس، فهذه الليمة تبعتك اللي عندك اللي هي بيبر تمام. وبتلاقي انه على سبيل المثال انه هنا كل واحدة عبارة عن definition لهاي لهذا السنس لهذا المعنى، يعني على سبيل المثال انه الليمة بيبر، ايش البيبر؟ فلفل. نعم فلفل فلفل، ايش اللي بدك اياه تمام. فالمعنى الاول هو عبارة عن spice from the pepper plant، فانا لما اقول لك فلفل ممكن تعتبره انه البهارات، وممكن الفلفل هو عبارة عن النبتة نفسها، نبتة الفلفل تمام. فبالتالي في واحد من اللاعبين مسمينه فلفل، يعني انا 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 خايف كمان شويه تتيجي تقول انه احنا برضو بيناتنا كطلاب بنصنف الاساتذه، والله هذا الاستاذ بحرق، هذا الاستاذ فلفل، والله يكونوا خير تمام، اللي هو السينما تبع الرد تمام. فهنا ممكن انه يكون البهارات نفسها، ممكن تكون النبتة نفسها، ممكن تكون نبتة بس من نوع مختلف، انه انا يجب اقول لك انه فلفل بس انا بقصد فيه الفلفل الحلو، او مثلا ممكن انه جامايكان بيبر الفلفل الجامايكي مثلا، او ممكن يكون برضو الفلفل تبع كاليفورنيا بسموه بيبريكون، وفي ممكن انه يكون في عندك البابريكا او الشيلي شطة تمام. فهي كل المعاني المربوطة في الليمة، فبالتالي كل السنسز، فبالتالي هذا الاشي فعليا انه الكلمة نفسها تحتمل اكتر من معنى، فبالتالي محتاجين انه يكون في عندي هنا زي شبكة بتحدد المعاني هذه، او نتورك انه بتحدد المعاني تمام. السنس عادة احنا بنسميه هنا في الانال بي عبارة عن كونسبت معين بالضبط، انت بتحكي عن الفلفل ككونسبت نبتة ولا كمفهوم بهارات، ايش المقصود في هاي الشغلة تمام. فهل في علاقة بين المعاني؟ اكيد طبيعة الحال، يعني ممكن يكون في عندك سينينومز، ايش يعني سينينومز؟ مرادفات تمام، يعني ممكن يكون في عندك كوتش هي عبارة عن صوفا، بيج لارج، اوتوموبيل هي الكار، فوميت ثرو اب، ووتر H2O تمام. هاي مش عارف ايش معنى صحيح، شو بندق has not نعم فالبرت اوكي فبالتالي الترادف انه كمرادف انه نقدر انه نعتبر انه المعنى identical نوعا ما، فبالتالي المرادفات هل تقدر انه انت تعتبر المعنى identical؟ لا بطبيعة الحال، يعني انت على سبيل المثال انت عندك هنا brave courageous، واجي اقول لك شجاع ولا بطل، هل تعتبرها مرادفة لبعض نفس المعنى؟ معنى كتير قريب، لكن هل معنى exact identical؟ لا تمام. هل البيج هي نفسها اللارج؟ تمام.
المعنى هذا ممكن انه هو يزبط في كلمات وممكن يزبط في كلمات تانية، تمام؟ انه يكون مش مناسب لكلمات تانية. تمام. فبالتالي في اختلاف في المعنى نوعا ما. طيب العلاقة الثانية، احنا عن ايش بنحكي؟ بنحكي عن علاقات بين السنسز. العلاقة الاولى هي علاقة الترادف، العلاقة الثانية علاقة الضد، انتونومي. زي ايش مثلا؟ دارك لايت، هوت كولد، شورت لونج، الى اخره. تمام. فبالتالي هي عبارة عن يا اما الاوبوزيت يا اما الريفيرسيز اللي هي المعكوس تبعها او الضد تبعها بهذا الشكل. تمام. وفي عندي العلاقة الثالثة اللي هي علاقة السيميلاريتي. في فرق كتير كبير بين الترادف والتشابه. على السيميلاريتي انه فور فري ماشي، ما فيش يعني واضح على الوجه تبعي ان انا يعني مندهش مصدوم يعني. طيب هجيت انا بشرح لك في المحاضره، غير محاضره انت تجينيش على الساعات المكتبيه خالص. تمام. انا بلاقيك ولا ولا غير المحاضره انت ملكاش عندي. طيب فاحنا كنا نحكي على الترادف، الترادف غير تشابه. تمام. التشابه انه انت عندك انه شير some element of the meaning، يعني زي كار وبايسيكل، هدول ايش في تشابه بيناتهم؟ انه هما وسائل مواصلات نقل. تمام. الكاو والهورس حيوانات او مواشي. تمام. بالضبط. فبالتالي انا ممكن ابني similarity score. تمام. يعني vanish disappear، هدول كتير متشابهات في المعنى، 9.8 عالي. تمام. behave obey 7.3 منخفضة. تمام. هنا whole agreement 0.3 كتير منخفضة similarity بيناتهم. تشابه يعني. نعم. يعني انت عندك vanish يتلاشى، disappear يختفي. فبالتالي علاقة التشابه بين هدول السنسز المعاني كتير متشابه، كتير عالية، 9.8. تمام. في عندك هنا belief وimpression. belief ايش يعني؟ اعتقاد. impression انطباع. درجة التشابه اقل، 5.9. طب مش الالمنتس اللي انا عندك كيف؟ بالضبط. انت عندك هذا اللي هو سيملكس ليكسيكون يا جماعة، عبارة عن معجم. فبالتالي هذا عبارة عن معجم بالسنسز وقديش علاقة التشابه بيناتها. وفي انت عندك شغلة تانية اسمها وورد نت، برضو موجود في الانالتيكي. بالضبط. بتعمل له امبورت وبتقدر انه انت تقيس، يعني هاي الموجودة، هاي الشغلة موجودة انت عندك في كتاب الانال بي وذ انالتيكي، انه انت فعليا بتقدر تقيس السيميلاريتي بين المعاني. فبالتالي هو عبارة عن ليكسيكون جاهز معرف وبحدد لك انه قديش مقدار التشابه. طب في علاقة بين العضلات والعظام؟ في. تمام. طيب هول تقدر تعتبرها انه هي عبارة عن جاب او فجوة، واجريمنت توافق عكس بعض. فبالتالي هنا السيميلاريتي انه منخفض. بالضبط. لا بدناش نحكي عكس ومرادف، بدناش يعني
علاقة السيميلاريتي غير علاقة الضد وغير علاقة الترادف. علاقة الترادف انه انت عندك معنى مشابه لكن انت عندك معنيين مختلفين ولكن في درجة تشابه بيناتهم. تمام؟ طيب في عندي كذلك علاقة النو ريليتد، في عندي علاقة السيميلار وفي عندي علاقة ريليتد. يعني على سبيل المثال الكار والبايسيكل هدول سيميلر، ايش التشابه بيناتهم؟ انهم ما وسائل نقل. اما الكار والجازولين الجازولين ريليتد، في علاقة تشابه؟ لا مش تشابه، ريليتدنس، انه السيارة بتحتاج جازولين، بتحتاج وقود. تمام؟ بالضبط. هاي الشغلة انا بعرفها بحاجة اسمها سيمانتيك فريم. طيب يبقى هنا بدي اعرف حاجة اسمها سيمانتيك فيلد. يعني على سبيل المثال السيمانتيك فيلد انه بيغطي سيمانتيك دومين معين. تمام؟ وبيحمل structured relation. يعني على سبيل المثال في عندي السيمانتيك فيلد او الكونسبت hospitals، هنا restaurants، هنا houses. في الhouses ايش فينا عندي؟ شغلات related مع بعض، الدور والروف والكيتشن والفاميلي والبيد، هذه كلها لها علاقة بالهاوس. ريستورانت، ويتر، مينيو، بلات، فود. تمام؟ الشيف نعم، والمينيو هي مكررة كمان مرة. الهوسبيتالز، الجراح، المنشطر، المشرط هذا، النيرس، الممرضة. فبالتالي هدول كل التيرمز انه ريليتد تحت الكونسبت هوسبيتالز. فبالتالي ممكن انه احنا نقسم الريليشنز تبعتنا لشغلتين، اللي هو سوبر اوردينيت وسب اوردينيت. تمام؟ يعني عشان انه اوضح لك اياها ببساطه، سوبر اوردينيت ممكن تكون زي فيكل، فيكل يعني مركبه. بالضبط. ايش السب اوردينيت منها؟ كار. ايش ممكن يكون انستانس ثاني؟ تراك، موتور سايكل، زي هيك باص. انت عندك سب سوبر اوردينيت فروت، ايش ممكن يكون؟ مانجو او ابل او بالضبط. هنا فرنيتشر، بالضبط، تشير، ديسك، تيبل الى اخره. تمام؟ طبعا هذه المستويات انه مش سيمتريك، فبالتالي انه بدي اعرف حاجة اسمها البيسك ليفل. البيسك ليفلز يعني على سبيل المثال انه انا بدي اجي اسمي هذول الاشياء، ايش ممكن اسميهم؟ لازم يكون في عندي حاجة اسمها بيسك ليفل. تمام؟ انه انا عندي هنا الفرنيتشر على سبيل المثال مكون من تشير، روكينج تشير. تمام؟ ممكن اوضح لك اياها في البي دي اف. تمام؟ في عندك الفرنيتشر، انت عندك تشير، لامب، تيبل. في التشير ايش في عندك؟ انواع، انواع الكراسي، اوفيس تشير، بيانو تشير، روكينج تشير. في اللامب انت ايش في عندك؟ مصباح، وعندك ديسك لامب اللي هو اللي تبعت المكتب، ضوء المكتب. والتيبل في عندك ان تيبل وفي عندك كوفي تيبل. تمام؟ بالضبط، هي عبارة عن ستراكشر. فبالتالي هاي 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 بسميها بيسك وهذه سب اوردينيت. نحطهم في ليكسيكون، وكل واحد انه بحدد ايش السوبر تبعه، بحط الاي، كل سنس بيكون فيه له اي دي، كل معنى بيكون فيه له اي دي، وكل اي دي زي ريليشن في الداتابيس فيه بيكون له اي دي تبع البيرنت تبعه. الورد نت والليكس، السيمليكس برضو كيف تتحدث؟ يعني معمولة كومبليت للانجليش وبصير لها ابديت يعني كل فترة يعني. تمام؟ الورد نت في العربي بس مش كومبليت.
هي ايش؟ محطوط يعني محطوطة ب XML format. موجودة ب plain text format بس إنه محطوطة ب structure معينة إنه مثلاً كذا field tab بالضبط إنه كذا بالضبط. يبقى إيش الخصائص تبعت البيزك ليفل؟ الخصائص تبعت البيزك ليفل إنه لازم إنه يحتوي على distinctive actions. تمام؟ ولازم إنه الأسماء اللي موجودة فيه إنه بتم تعلمها بشكل مبكر زي ما إحنا شفنا هنا إنه هاي. هذه تشير انت يعني عرفتها وهذه استخدامها متكرر اللي هي الخاصية الثالثة. تمام انه هذه النيمز انه شورت وانه يوزد بشكل متكرر فبالتالي هذا المستوى انت بتقول كرسي. تمام وفعليا انت بتستخدمها انت ما بتجيش تقول والله هات لي كرسي المكتب او والله تعال اقعد هنا على كرسي المكتب خلاص تروح اقعد على الكرسي. ونفس الاشي بالنسبة للبيانو تيجي تقول انه والله انا بدي اقعد على كرسي البيانو اللي في most frequent انه والله بدي اقعد على الكرسي او تعال نقعد على الكرسي هذا. تمام انه انت بتأشر عليه تحكيش صراحة انه هو كرسي البيانو. تمام وانت لما تكون قاعد على المكتب هل بتقول بدي اشغل الديسك لامب بدي اشغل اللامب مباشرة ايش المستخدم بشكل شائع بالضبط. تمام فبالتالي هذه الخصائص تبعته تبعت البيزك ليفل. كيف سوبر اوردينيت مش سب سوبر لا انت عندك سوبر اوردينيت هي عباره عن فرنيتشر هذا كله فرنيتشر. البيزك ليفل هو اللي بتمتع بالخصائص الثلاثة هدول انه انت بتعمل فيه ديستينكتيف اكشنز. ايش الاكشنز اللي انت بتعملها على التشير؟ شو بتسوي على الكرسي؟ بقعد. فبالتالي بتعمل ديستينكتيف اكشن. تمام وهو اللي انت بتتعامل معاه يعني بتتعرف عليه بشكل يعني انه اول اشي انت بتتعلمه ايش هذا؟ هذا عبارة عن كرسي وهو اللي انت بتستخدمه بشكل متكرر زي ما انا وصفت قبل شوية. يعني مثلا انا باجي بقول انه تعال شو اسمه هات بالله الكرسي باجيش اقول لك بالله هات لي كرسي البيانو خلاص بقول هات الكرسي وخلاص بسكت. فبالتالي هو المستخدم بشكل متكرر فعليا في الناتشورال لانجوج. فبالتالي البيزك ليفل هاي الخصائص الثلاثة تبعته انه هي الاسماء تبعته هي اللي بتتعلمها بشكل يعني مبكر. تمام وهي الفعلية اللي انت بتستخدمها بشكل متكرر بتفصلش فيها. باجي انا موجود هنا على الديسك باجيش اقول شو اسمه والله بدي افتح الديسك لامب او اللامب ديسك خلاص بفتح اللامب وخلاص زي هيك. حقيت المستوى اللي أدنى subordinate. تمام طيب حقيت بدنا نحكي على شغلة جديدة علاقة جديدة اللي هي الconnection. فبالتالي هي عبارة عن الكلمات اللي بتحتوي effective meaning بالضبط. يعني ممكن تكون positive أو negative زي happy و sad. تمام فبالتالي تلخيصا للموضوع الكونسبت هي عبارة عن السنس سنسز المعاني الكونسبتس المفاهيم هي عبارة عن المعاني. تمام المعاني هذه عندها علاقة ماني تو ماني مع عدة كلمات. الكلمات هذه ممكن تكون
الحمد لله. الحمد لله. هذه العلاقات ممكن تكون عبارة عن مرادفات الضاد يعني اللي هو ضد الكلمة، تشابه relatedness، تمام، superordinate superordinate و subordinate أو connection. connection إحنا شرحناها، تمام، إنه ممكن تكون أنا عندي هنا affective. خلي بالك هذه مش effective، affective. بالضبط بالضبط. خلي بالك يعني انت ممكن لما تدور انه انت بدك تدور لكسيكون له علاقة بالإيموشن، فممكن تكتب affective lexicon، فبالتالي ممكن يجيب لك كل اللكسيكونز اللي له علاقة بالشغلات اللي فيها تأثير يعني الإيموشنز، تمام. فبالتالي هاي كل العلاقات اللي احنا، طيب حكيت كيف احنا ممكن نعرف الكونسبتس هذول. طبعا نحتاج للينغويست، تمام، علماء لغة ودومين اكسبرتس عشان انه نعرف والله هذول كلهم عبارة عن فرنيتشر، في علاقة بين كذا، انه السيارة بتستخدم وقود، بالضبط. مش داتا سيت لكسيكون هو تحديدا، لكسيكون تعريف اللكسيكون هو عبارة عن معجم يعني قاموس مفردات. بس ايش الاختلاف بينه وبين قاموس المفردات العادي؟ انه بيحتوي على انتريز بالاضافة لريليشن بين الانتريز هدول، تمام. فهنا انت في عندك عدة يعني، انه بيشرح لك ايش الطرق اللي موجودة، انه في عندك الثيوري اوف كونسبت، وفي انت عندك هاي الشخص اللي وضحها هذا سنة 1975، تمام، وفي انت عندك هذا الشخص برضو يعني هاي انه عاش في الفترة هذه برضو، انه فيلسوف في اللغة، تمام. فبالتالي انه وضع دراسة لها علاقة بالordinary language، انه احنا طريقة استخدامنا للغة وكيف انه احنا نحدد الكلمات يما بعض. فبالتالي احنا في مست يعني انا بقصد اللي بقصد اللي بدي اوصل لك اياه، انه احنا كيف نعمل define، مش اي شخص عادي، لا انا ولا انت بنقدر انه احنا نعمل هذه الconcepts. بنحتاج لفعلا شخص مختص في علم اللغة دارس، تمام. مش احنا جايين من الكمبيوتر، احنا بنشتغل في حاجه اسمها كومبيوتيشنال لينغويستكس، احنا جايين من الكمبيوتر ساينس باك جراوند وبنشتغل في اللانجويج. فبالتالي انه زي ما انت عندك فيلد اسمه كومبيوتيشنال بيولوجي، تمام، انت بتكون جاي من كمبيوتر ساينس باك جراوند بس بتشتغل على دومين البيولوجي. وفي شخص انت دارس بيولوجي احياء من البداية وخبير في الأحياء، ونفس الإشي بالنسبة للغات. ففي عندك شخص خبير يعني دارس علم اللغة وبيقدر إنه هو يحدد الطريقة المناسبة لتعريف هذا الليكسيكون، تمام. فهذه الأشياء كلها بدنا نتخطاها لغاية وين، بس إنه أنت يعني مطلوب منك إنه أنت تعرف هذه النقطة لغاية هنا. We define a word as a vector. تمام؟ طبعاً العملية هذه بنسميها embedding، تضمين. تمام؟ فليش؟ لأنه إحنا فعلياً نعمل embedding للword، بنضمنها في vector space. والمصطلح المشهور بالنسبة لإلك اللي هو الـ VSM، اللي هو الـ vector space model. لا، vector space موديل. فبالتالي ايش الفيكتور سبيس موديل؟ هو عبارة عن نموذج. ايش بنعمل فيه؟ بنعمل فيه امبيدنج للوردز على شكل فيكتورز. لما احكي لك على شكل فيكتورز معناها انه على شكل ارقام، فبالتالي بتقدر الماشين الجوريثمز انه هي تتعامل معها. فعشان هيك احنا سمينا هاي المصطلح انه بالضبط امبيدنج. ايش بدي اعمل له؟ ايش الكلمه؟ الدوكيومنت.
بالضبط، كل دوكيمنت بده يتحول على على شكل فيكتور. بالضبط. لا لا لا، احنا بنحكي هنا على موضوع منفصل تماما، انه انا عندي الدوكيمنت، الدوكيمنت نفسه بدي احوله على شكل فيكتور. بالضبط بالضبط. فبالتالي بقدر اقيس قديش الدوكيمنت هذا بيشبه الدوكيمنت هذا. ليش؟ لانه صاروا فيكتورز، وبتقدر انت تقيس يعني في الرياضيات ما دام تحولتهم لارقام ماثيماتيكالي تقدر. بالضبط، تقدر تقيس المسافه او الزاويه بيناتهم ان صح التعبير، مش المسافه، لانه انت عندك الفيكتورز انه بتكون انه طالعه كلها من الاوريجين، فبتقيس الزاويه بيناتهم. كل ما كانت الزاويه اقل بيكون الدوكيمنتس هذول بيشبهوا بعض، كل ما كانت الزاويه مفتوحه اكثر بيكون. بالضبط، يعني انا مش بالضروره انه اشتغل على الليفل تبعي انه دوكيمنت ليفل، فممكن يكون سنتنس ليفل او دوكيمنت ليفل. تمام. فبالتالي هو الستاندرد واي لتمثيل المعاني في الانال بي. تمام. طيب، يعني انال بي تاسك، يعني مثلا زي سنتمنت اناليسس، ايش بتحتاج؟ انه مع الكلمات بحتاج انه نفس الكلمه نفسها تحديدا انه تكون موجوده في الترين وموجوده تكون في التست، لكن باستخدام الامبيدنج اوكي، اذا كانت في عندي كلمه مشابهه موجوده صارت، هذا بيغني في الموضوع. تمام. فبالتالي هنا لو بدي اتعامل كلمات لحال بدون امبيدنج، بدون وورد امبيدنج، بدون embedding عفوا تحديدا، لانه الword embedding بدنا ندخل في انه بدنا نجيب الكلمات المشابهة. فعليا انت بتحتاج انه نفس الكلمة اللي موجودة في الترين يكون نفسها موجودة في التست، فبالتالي هذا بسبب انا عندي قصور، مش دايما هاي الشغلة موجودة. انت عندك في كلمات موجودة في الترين قد تكون مش موجودة في التست، وهنا بتدخل في حاجة اسمها OOV. ايش هو OOV؟ out of vocabulary. بالضبط، انه ايش هو out of vocabulary؟ انه انت عندك vocabulary في التست مش موجود في الترين. هاي يسجل لك اياها هنا، ف OOV out of vocabulary، بمعنى اخر انه في عندي تست vocab، خليني اكتب اختصارا، does not exist in the train vocab. هذه مشكلة، فبالتالي بلجأ للword embedding، فبالتالي أنا بصير بقيس فيكتور، بركزش على كلمات. تمام. فبالتالي لو الكلمة هذه مش 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 موجودة في التست، فبحط الفريكوانسي تبعها زيرو خلاص. طيب إيش في أنا عندي طرق؟ في عندي TF-IDF، أكيد عندكم بطبيعة الحال فكرة عن TF-IDF. لا كلهم عندهم ما عدا أنت. ما أنا بقول كلهم عندهم ما عدا أنت. Inverse Document Frequency. تمام. وفي عندي الطريقة الثانية اللي هي Word to Vic، هذه الطريقة الأحدث والمستخدمة، واللي والله أنا عندي كود. كيف؟ لا لا، هذه طريقة أفضل، يعني هذه هذه نستخدم فيها نيورال نتوركس، وممكن نستخدم فيها ديب نتورك كمان. نعم. لا لا، ديب حاجة سهلة خالص يعني. تمام. هاي في TF IDF عادة الفيكتورز بتكون سبارس. ايش يعني سبارس؟ A lot of zeros. تمام. فبالتالي انا ببني فيكتورز، خلي بالك تخيل معايا، في عندي حاجة اسمها term document matrix. تمام. فهذه الفيكتورز هي بتكون عبارة عن الدوكيومنتس، والاعمدة عبارة عن الكلمات. تمام. فبالتالي حيكون في عندك الماتريكس هذه سبارس، بمعنى انه هي بتحتوي على العديد من الاصفار، وهذا بسبب انا عندي مشكله في الرياضيات، انه لما يكون، لاحظ انت في اللانجويج موديل لما يكون في عندي اصفار نعملها سموثينج،
تمام؟ فهنا برضو نفس الكيفية. فعشان هيك توجهنا للword to vec. تمام؟ يبقى في المقابل هذا sparse هذا dense. الdense بيحتويش على أصفار في العادة يعني. تمام؟ هنا الكلمات إنه بتم يعني تمثيلها باستخدام simple function والعبارة عن الكاونت تبع هاي الكلمات. ممكن ندخل التيرم فريكوانسي وممكن نقلل الويت تبعها بالانفرس دوكيمنت فريكوانسي. حقيقة حنشوف ايش معنات هذا الكلام سريعا. اما الورد تو فيك بتحتاج ترينينج، ففعليا هو عبارة عن موديل. هذا مش موديل، تمام؟ مش موديل انه يعني بينبنى انه كترينينج بالضبط. فهذا بناء على الكاونت، اما هذا بناء على تريننج ماشين ليرنينج موديل. فبالتالي نحتاج انه كلاسيفاير انه يحدد انه والله كلمه بيج ولارج هدول ريليتد مع بعض او هم عباره عن سينونيم، فبالتالي بروح بحطهم في نفس الدايمنشن. فبالتالي لو كان انت عندك في الترين لارج وفي التست بيج اتس نوت بروبلم ات اول، مش مشكله على الاطلاق انه يكون في عندك vocabulary mismatch. ليش؟ لانه هو تعلم انه يربط انه والله big و large هدول شغلات لهم علاقة مع بعض بالضبط. طيب هجيت هدول الدوكيومنتس انا عندي، تمام؟ زي هيك هذا التايتل تبع الدوكيومنت بطبيعة الحال وهي الكلمات. فبالتالي انا عندي حاجة اسمها term document matrix. هي عبارة عن مصفوفة ايش بتحتوي؟ في الصفوف عبارة عن الكلمات، في الأعمدة عبارة عن الدوكيمنت، هذا التايتل تبع الدوكيمنت، خلي بالك ما تلخبط، تمام؟ فبالتالي كل كلمة إيش بيكون؟ الفريكوانسي المقابل لإلها. حكيت بدك تمثلهم كفيكتور، فبالتالي ممكن تعتبر إنه هذا عبارة عن فيكتور وهذا عبارة عن فيكتور. فبالتالي ممكن تقيس المسافة أو الزاوية بالأحرى بين هذا الفيكتور as you like it، تمام؟ وهنا 12th night بين هذا وبين هذا. فبالتالي إنه هاي الدوكيومنت هذا وهي هنا جوليوس أو يوليوس سيزر، سيزر قيصر يعني جوليوس سيزر، تمام؟ as you like it. فبالتالي إنه بتلاحظ هدول مع هنري الخامس على ما أعتقد في خمسة، تمام؟ هنري الخامس ويوليوس قيصر، هدول الاثنين كتير ريليتد مع بعض، تمام؟ وهم الاثنين في نفس الوقت بعاد عن as you like it with 12th night. هدول الاثنين انه اقرب مع بعض وفي نفس الوقت انه في زاوية كبيرة بين هدول طبعا هذا الكلام على يعني انه باتل وفول هدول الكلمتين بهذا الشكل. طبعا هذا كذلك مستخدم في الانفورميشن ريتريفال. انه ليش؟ لانه في الانفورميشن ريتريفال ايش المطلوب؟ ايش السيرش انجن؟ تجيب لي الويب ارتكل الاقرب الموست سيميلر، الزاويه تبعته اقرب للسيرش كيورد اللي انت بتبحث عنها. فبالتالي برضو مستخدمه في تمام. ممكن يكون في عندي حاجة تانية اسمها term context matrix. فبالتالي أنا ببني matrix للسياق. فبالتالي هنا على سبيل المثال digital السياق مع هذه الكلمة zero، وهنا digital computer في frequency إنه كسياق إنه متكررة مرتين، digital data مرة وهكذا، تمام؟ فبالتالي هاي matrix اللي هو term context matrix، تمام؟ فبالتالي الديجيتال والانفورميشن هدول الاثنين التو فيكتورز انه الزاويه تبعتهم انه صغيره، فبالتالي انه بناء على تو كي ويردز هدول ريزلت وديتا. هذه احداثيات، ما انت بتمثلهم في الفيكتور سبيس موديل. ستة ستة واربعة بالضبط. يعني انت عندك هذا كونتكست، تمام؟
information result وكرر أربع مرات. أما مثلا information data أو data information مكرر ست مرات زي هيك، فبالتالي الفيكتور تبعها زي هيك. أما digital data مكررة مرة واحدة، هي واحد وواحد زي هيك. فهذه تكرارات بالضبط، وإحنا بنقيس لا 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 بنقيس الزاوية. قياس الزاوية إنه هاي مش زي ما أنت شايف، إنه أنت عندك الفيكتور V والفيكتور W، زاوية الكوساين تبعتها هاي المعادلة تبعتها، فبالتالي بتطلع لك الزاوية. النتيجة اللي بتطلع إما ماينس واحد، معنى ذلك إنه الفيكتورز هدول جايين في الأوبوزيت دايركشن، هذا في الشرق وهذا في الغرب، إما بلس ون موجب، معنى ذلك إنه هما في نفس الدايركشن، هدول بيحكوا عن نفس الموضوع، تمام؟ أو زيرو، معنى ذلك إنه هما أورثوجونال متعامدات، تمام؟ إنه زي هيك متعامدات. اللي في الأوبوزيت دايركشن إنه بيحكي في يعني عن يعني موضوعين متضادين. زي إيش موضوعين متضادين؟ أو مثلاً تو تيرمز متضادين؟ يعني شغلة زي هيك. أو ممكن يكون أنت عندك دوكيمنت الاقتصاد المفتوح أو الاقتصاد الحر، وفي أنت عندك يعني الموضوع المقابل له إيش هو؟ الاقتصاد الشمولي، يعني اللي الدولة اللي بتتحكم فيه، تمام؟ اللي بيكون في عندك نظام شمولي، هذاك حر إنه خلاص يعني إنه موضوع السوق اللي بحكم. أما النظام الشمولي لا، أنت عندك الدولة هي اللي بتحكم وتحط السياسات و و و و. فبالتالي هدول التو دوكيمنتس ممكن يكونوا في الأوبوزيت دايركشن. شغلات لما تكون أورثوجونال متعامدة ما لهم مش علاقة مع بعض. مش في فرق بين علاقة الضد وإنه ما لهم مش علاقة مع بعض. زي مثلا إنه أنت عندك دوكيمنت بيحكي عن الرياضة مايكل شوماخر مثلا، والدوكيمنت الثاني بيحكي عن الانتخابات في انتخابات في الكنيسة مثلا، تمام؟ انت متابع، تمام؟ حقيقة الفكرة في الموضوع انه مدام انه بوزيتيف لغاية الصفر، يعني مثلا على سبيل المثال لو طلعت معاك 0.7 برضو في نفس الدايركشن، بس انه ايش بعد شوية عن بعض 0.6 0.3 في نفس الدايركشن برضو، بس انه بعد عن بعض. فبالتالي انه هنا مش انه بالضرورة انه تطلع اكزاكت انه انت عندك واحد بهذا الشكل. فبالتالي الرينج هنا من 0 ل 1 الرينج تبعها، تمام؟ هي قياس الزاوية زي ما احنا وضحنا. فبالتالي الرو فريكوانسي هنا باد ريبريزنتيشن. يعني على سبيل المثال لو تكررت الشجر بشكل كبير مع الابريكوت اللي هو المشمش، هل هذه المعلومة انه يوسفل، معلومة مفيدة؟ هل هم لهم علاقة مع بعض؟ مش شرط، ممكن ومش شرط. وكذلك ممكن انه انت يعني انه يصير في عندك يعني overwhelming بفريكوانسي لكلمات بتظهر في كل حاجة زي the it او they حتى، تمام؟ نعم. ما انت عندك الدوكيمنت هو عبارة عن فيكتور من مجموعة من الكلمات والفريكوانسيز تبعتها. هاي وهذا باتل جود فول ويت، هذه مكررة مرة، هذه مكررة زيرو من المرات. فبالتالي بيكون عبارة عن زي ال كل احداثي مع احداثي، يعني انت بتقول اكس واحد مع اكس واحد، اكس اثنين مع اكس اثنين، بالضبط ان دايمينشن بالضبط. زي ما حكيت لك هي المعادلة عبارة عن سميشن، هي عبارة عن سميشن في اي دبليو اي،
تمام على السميشن تحت الجذر. طبعا تربيع هنا اللي هو عبارة عن حاصل ضرب الدوت برودكت على حاصل السكيلر برودكت. تمام. وهذه أيوة ريمايندر فروم لينير الجبرا انه انت كيف ممكن. فبالتالي هنا V1 W1 V2 W2 بس انا حكيت لك X1 X2 زي هيك. تمام. فبالتالي هذه عبارة عن سميشن انت بتعمله لكل كلمة يعني هذه فريكوانسي تبعها هالقد هذه فريكوانسي تبعها هالقد كل كلمة كلمة وبتعمل سميشن لكل الدايمينشنز تبعت الفيكتور. تمام. فبالتالي هنا بدنا ندخل بدل ما نتعامل مع تيرم فريكوانسي احنا سابقا كله كنا نتعامل مع تيرم فريكوانسي ايش بدنا ندخل انفرس دوكيومنت فريكوانسي اي دي اف. تمام. فالاي دي اف هو عباره عن اللوج دخلنا له اللوج سبيس الان هي عباره عن التوتال نمبر اوف دوكيومنتس في الكوليكشن. دي اف عباره عن دوكيومنت فريكوانسي هو عباره عن الدوكيومنتس اللي بتظهر فيها الكلمه اي. واخد بالك كيف انه احنا بنقلل الويت لانه انت عندك الويت تبع الكلمه هو عباره عن التيرم فريكوانسي مضروب في الانفرس دوكيومنت فريكوانسي. كيف قللنا الويت؟ حلقيت لو الكلمه هذه بتظهر في كل الكلمات ايش معنى هذا بيكون لوك واحد قديش صفر. معنى ذلك انه الكلمه تظهر في كل الدوكيومنتس هل هي انديكيتيف هل لها فايده انه انا ادخلها في السيميلاريتي موجوده في كل الكلمات بالضبط. انا بدي انه الكلمات اللي 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 موجود فيها انه مثلا انه بدي الكلمات الديسكريمينيتيف المميزه للدوكيومنت اللي بتكون موجوده في مجموعه من الكلمات مش موجوده في مجموعه ثانيه. تمام. فبالتالي افترض انه الكلمة هذه موجودة في 90% من الكلمات فبالتالي انت عندك 100 على 90 بيصير زي هيك وبتاخد لها اللوج بالضبط. كيف؟ اصلا الترم فريكوانسي تبعها بتصفر هو اللي بيصفر المعادلة فبالتالي الويت تبعها وعادي جدا وارد جدا انه كيف؟ ما هو برضو من نعمله سموثينج بالضبط. يعني عادي جدا وارد جدا انه تكون هاي ويت زيرو تيرم فريكوانسي زيرو فبالتالي صحيح بندخلها لللوج سبيس بس برضو بنعمل له سموثينج يعني. تمام. فواضح ايش اهميه الدوكيومنت فريكوانسي انفرس دوكيومنت فريكوانسي. يبقى المراحل اللي انت عندك في الفيكتور سبيس موديل انه ايش التدرج انه انت تشتغل تيرم فريكوانسي. تمام. الافضل منه terminal frequency inverse decrement frequency. هل في بدائل؟ PPMI point wise أو positive point wise mutual information. إيش mutual information؟ mutual information يعني على سبيل المثال أنت بدك تقيس البروبابيليتي تبعت اكس وواي الكلمتين هدول على البروبابيليتي تبعت الاكس لحال والواي لحال وتدخلها على اللوج سبيس. هذا البي ام اي بوينت وايز ميوتشال انفورميشن. زي ايش مثلا؟ ايش بتتوقع البي ام اي لكلمه لكلمتين زي مثلا المجلس التشريعي او 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 مجلس الشعب؟ هدول ايش بنسميهم؟ متلازمات. نوعا ما. تمام. فبالتالي هدول الكلمات متلازمات. مثال تاني سيل فون. كل ما تلاقي سيل بتلاقي هدول الكلمات متلازمات. التميز والإبداع. تمام. هدول متلازمات. راعية الأبداع بين الواقع والمأمول. تمام. هذه شغلات متلازمة يعني يعني انه هيك مصطلحات. فبالتالي انه لا
لكن شغلات تانية ممكن يكون في شيء بيناتهم mutual information، معلومات مشتركة مش متلازمات. باب الفصلي، باب الفصلي هذه متلازمة. زي إيش مثلا؟ برضو هذه متلازمة. تفاحة و ولا تحلم بيه. تفاحة وكيبورد مثلا، هدول البي ام اي تبعهم و فشي فشي ممكن يعني نوعا ما يعني. كله متلازمات اللي انت بتحكيه، كله متلازمات، كله البي ام اي تبعها عالي. بدك اشي مختلف انه انت يعني بتجيب شغلات يعني مستحيل انه تكون بالضبط. تمام؟ نعم؟ طيب يبقى احنا شفنا القانون تبعها والرينج تبعها من ماينس واحد، من ماينس ما لا نهايه لبوزيتيف انفينيتي. تمام؟ فهنا تيرم كونتكست ماتريكس، هذه الماتريكس عارفها صرت، ايش بتقيس؟ بتقيس الكونتكست. تمام؟ فتعال هنا تطلع، انت عندك ديجيتال كمبيوتر، ديجيتال داتا. تمام؟ انه زي هيك، وتعال انت قيس على سبيل المثال انه حيطلعنا البي ام اي ل ل ل الترم دوكيمنت ماتريكس. فبتلاقي انه ديجيتال كمبيوتر 0.11، ديجيتال داتا 0.5، واضح انه هاي اعلى، يعني الفريكوانسي تبعها انه هي متلازمه اكثر. تمام؟ هاي انه البي ام اي زيرو، مش متلازمات خالص. ديجيتال ريزلتس انه 0.5، انه نوعا ما زي هيك. تمام؟ ممكن انه انت تعمل ويت للبي ام اي، فبالتالي انه يعني زي ما شفنا انه انت بتدي ويت معين. برضو الموضوع في يعني ممكن انه انت تتعامل مع يعني انه تعمل سموثينج للزيرو. تمام؟ فبالتالي هنا السمري تبع البارت واحد في الفيكتور انه احنا شفنا ايش معنات الليكسيكال سيمانتكس، ايش معنات السيمانتك. السيمانتك انت بتقيس الريليتدنس، وشفنا ايش هي العلاقات عددناها كلها. تمام؟ الفكرة تبعت الامبيدنج انه انت بتدخل الكلمة وبتعملها بتدخلها بتعملها فيكتورايزيشن كفيكتور. تمام؟ ايش الطرق؟ احنا شفنا تي اف اي دي اف، كيف نقيس الزوايا بيناتهم باستخدام الكوساين وباستخدام البي ام اي. تمام؟ هجيت المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشوف ايش الفرق بين السبارس امبيدنج زي تي اف اي دي اف اللي احنا اوريدي شرحناه، وبين الدنس امبيدنج زي الوورد تو فيك. وممكن انه احنا نطبق مثال عملي انه ممكن نعمل وورد امبيدنج باستخدام التنسور فلو. دكتور قبل ما نخلص هلا الفاينل اختبار كان يكون عمل نفس الامتحان نفسه. اوكي خلينا نشوف هذه.